مشاهدينا مرحبا بملايين كل من يتابع برنامج 7 على 7 اللي طلع لكم من الأحد الخميس المحمل بالمواضيع الجميلة والمتنوعة وكذلك مع ضيوفنا المتميزين. خلوني أمسي على زميلي عبد العزيز حزلي، يسعد لي مساك. أهلا وسهلا فيك زميلتي سهام، مساك الله بالنور والسرور، مساكم الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم المتنوع والمتميز 7 على 7. حياكم الله في يوم جديد وفي مساء جديد، نتمنى لكم ايام سعيده ومساء سعيد عليهم ان شاء الله يا رب. طبعا كيف ما تعرفين سهام يا مشاهدينا الكرام ان دوله الامارات هي من الدول المتقدمه في عمليه الاستمطار. نعم. والسنه الماضيه تقريبا اكثر عمل، يعني ما ادري ارقام قياسيه كانت في الخروج لعمليه الاستمطار، وخاصه كانت قريبه منها في المنطقه الشرقيه. نعم، لوجود الجبال اتوقع. والسحب دوما تكون موجوده بسبب نحن مطلين على البحر. نعم. بحر العرب، فهذه العملية تساعد. طبعا كشف المركز الوطني للأرصاد عن استخدامه لطرق جديدة في عملية الاستمطار بالإمارات منذ مارس 2019، وهي المولدات الأرضية التي تستعمل تقنيات صديقة للبيئة في تلقيح السحب بجانب عمليات الاستمطار التي تتم عن طريق الطائرات، حيث أجرى المركز 150 طلعة جوية لاستمطار السحب منذ بداية العام بهدف تعزيز الأمن المائي، حيث يكون الاستمطار من طرق المولدات الأرضية التي تعد تجربة جديدة في الدولة، وتعمل عن طريق وضع مولدات تحوي في داخلها 48 من الشعلات التي تحوي الأملاح الطبيعية في أماكن مرتفعة، وإطلاق تلك الشعلات بشكل مجمع لتلقيح الهواء الصاعد بهدف تطوير وتسريع لنمو قاطرات الماء في السحب لتصل إلى أحجام كبيرة، ومن ثم تصادم وتلاحم هذه القطرات وهطول الأمطار بإذن الله تعالى. نعم مشاهدينا، والمولدات الأرضية يتم التحكم بها عن بعد عن طريق غرفة العمليات الموجودة في المركز الوطني للإرصاد، وتبدأ عملية التلقيح بعد تكوين كميات من السحب على المناطق الجبلية. عندها تعمل مولدات على إطلاق الشعلات الملحية لتلقيح السحب، لافتا أن الهدف من تواجد هذه المولدات الأرضية على قمم الجبال هو أن هذه القمم هي موقع التقاء التيارات الهوائية الآتية من الشرق والغرب، وتعتبر هذه المولدات الأرضية جهاز يحتوي على شعلات ملحية يتم حرقها على مراحل زمنية ترتبط بشكل مباشر بتوفر رياح عمودية تقوم بحمل مواد الاستمطار إلى السحب، ومن ثم تطوير وتسريع نمو قطرات الماء في السحب إلى أحجام كبيرة من خلال تصادم وتلاحم هذه القطرات، والذي يؤدي إلى هطول الأمطار. طبعا إن عملية تلقيح السحب الاستمطار تتضمن عددا من المراحل التي تبدأ بدراسة تنبؤات الطقس والحاجة الجوية المؤثرة إلى الدولة بشكل يومي، وفي حال ظهور سحب ركامية تتطلب طلعات الاستمطار، حيث يتم الاتصال بالطيران للاستعداد وتركيب الشعلات المحلية في الطائرة التي تتواجد في مطار العين بهدف سهولة الوصول إلى المناطق الشرقية بالدولة، خاصة في فصل الصيف، حيث أن عملية الاستمطار تستهدف استدراك أكبر قدر ممكن من مياه السحب التي تصل إلى ما يزيد 25% في بعض الحالات. الحمد لله على دولتنا، فعلا دولتنا دولة دائمة في نقول في مصاف الدول المتقدمة، ودائما تكون مبدعة وتطلع لنا أفكار جديدة وتسابق فعلا الدول العظمى. فعلا يعني الحمد لله رب العالمين، مثل الأمور هذه المتطورة اللي قاعد نشوفها نحن في الدولة، ومثل ما قلتي الاستمطار يمكن من الدول الخليجية الوحيدة اللي موجودة عندنا. أكيد. ما وصلنا لهذه المرحلة، لا التركيز صار أعلى، أنهم حابين يطورون هذا المجال. أكيد. أن دخلوا عليها آلات جديدة وتقنيات جديدة للاستمطار بإذن الله. دائما تسعى إلى المركز الأول في جميع أحوالها. مشاهدينا مواضيعنا جميلة متنوعة، بداية بنسلط الضوء على مركز شرطة وسط الشامل كأفضل مركز خدمة متعاملين على مستوى الدولة، وعندنا ملتقى استشراف المستقبل لحماية النشء من المخدرات. كذلك بنسلط الضوء على الزراعة والسلامة الغذائية التي تشارك في سوق ليوا للتمور، وعندنا انتخابات المجلس الوطني 2019. مواضيعنا جميلة ومتنوعة طبعا، يعني هذه المواضيع اللي متنوعة. عدنا نحن فوز مركز شرطة وسط الشامل ضمن أفضل 5 مراكز على مستوى الدولة، جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج تقييم 600 مركز خدمات في 29 جهة حكومية اتحادية. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف المقدم عبد الله سالم النقبي، رئيس مركز شرطة وسط الشامل بالإنابة. مرحبا بك ومبروك الفوز الناموس.
وعليكم السلام، مرحبا بكم، مساء الخير. الله يحييك. الله يبارك فيك ويخليك طالب. اللهم امين. المقدم عبد الله، خلينا نتكلم عن فوز مركز شرطة واسطة الشامل. بداية ارحب فيكم. لله الحمد وبالتوفيق من رب العالمين. الحمد لله. اعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس مجلس نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء عن حصول مركز شرطه واسط الشامل ضمن افضل 5 مراكز اسعاد متعاملين على مستوى الدوله، وذلك وفق برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. ممتاز. طبعا هذا الانجاز يعني ما اتى من فراغ، اكيد، بل بتوفيق من رب العالمين ومتابعه حثيثه من سعاده القائد العام لشرطه الشارقه اللواء سيف الزر الشامسي. نعم. وما ننكر بعد جهود العاملين في مركز شرطه واسط الشامل انهم ابذلوا كافه يعني وتذليل كافه الصعوبات وتوفير يعني جميع الزامات المتعاملين التي تنصب في مصلحه اسعاد المتعاملين. نعم. في المقام الاول. جميل. نعم. سعادتك لو تذكرنا الخدمات التي تقدمها خدمه المتعاملين في مركز شرطه واسط الشامل. مركز شرطه واسط الشامل يقدم يعني باقة من الخدمات الأمنية المتكاملة، يعني ما تزيد عن 14 خدمة تقريبا، سواء كانت في القطاع الجنائي أو القطاع المروري. جميل. يعني الخدمات في المركز تواكب توجهات الدولة واستراتيجياتها. جميل. لتقديم يعني خدمات ذكية للمتعاملين، ومنها ومن أهم يعني الخدمات اللي هي هذه يعني أعتبرها صراحة خدمة مميزة، يعني الخدمة المميزة اللي لذوي لأصحاب الهمم. نعم. هالخدمة المتميزة تكون عون ومساعدة لأصحاب الهمم. نعم. وذلك يعني نحن خارج المركز ضمن المركز تقريبا في الباركن قمنا بتركيب جرس إنذار. هذا الجرس بس مجرد أصحاب الهمم يجي بالسيارة. نعم. يضغط الجرس فورا يعني ينتقل للموظف. يا سلام. نعم، وشوف شو يعني هل ببلغ او بيتم مخالفات او اذا شاف فقدان. جميل. هو بيكون بالسياره ياخذ الاوراق وياخذ كل شيء يروح المركز يخلص الاجراءات كامله ويرجع هو بدون النزول من المركبه نهائيا. يا سلام يا سلام، ما شاء الله. اي نعم. الله يعطيك هذه من يعني اهم الخدمات اللي عندنا. نعم. وفي عندنا خدمه الواتساب خاصه في المركز يعني رقم تواصل مع الجمهور من خلال استفساراتهم، مثلا صور ظاهره سلبيه او يستفسر عن يعني شيء قانوني بالطريقه. نعم. هاي يعني من اهم الخدمات في مركز شرطه واسط الشامل. نعم. المقدم عبد الله، خلينا نتعرف اكثر عن اهتمامكم او مدى اهتمامكم بالمتعامل. لا شك طبعا المراكز الشرطه طبيعه امنيه. نعم. يعني تصنيفه كمركز افضل 5 مراكز اسعاد متعاملين. نعم. يعني شيء يعني انجاز بالنسبه لنا. اكيد. الا اننا في القياده العامه لشرطه الشارقه نعزز من قيمه المتعامل. وهو له يعني يعني هو بيكون صاحب الحق صاحب حق علينا. نعم. لان نبذل له كل جهد ونوفر له كافه الخدمات اللي يتوقعها منا كمركز اسعاد متعاملين. يعني نبذل جهد اكبر مع ذلك لتقديم خدمات تفوق توقعاته. نعم. هو محورنا الاساسي يعني بالمركز. أكيد. جميل. طبعا دوركم في مواصلة الجهد في الحفاظ على هذا الإنجاز اللي يعني تم تحقيقه في مركز شرطة واسط الشامل. الحمد لله يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التكريم يعني يلقى علينا مسؤولية كبيرة. تمام. اتجاه هذا الوطن. صحيح. واتجاه القيادة الرشيدة. وعلينا أن نبذل أكبر جهد لتعزيز اسعاد المتعاملين ونطمح للاكثر، يعني الحمد لله احنا 5 نجوم ونطمح نكون 7 نجوم ونحافظ على هذا الانجاز. وتجربه المتعامل في المركز يعني عندنا في التواصل الشامل. نعم. دافع لباقي المراكز في القياده العامه شرطه، وايضا دافع لكافه المراكز ووزاره الداخليه. فعلا. نعم. فعلا صحيح. ودول الامارات. نعم. فالكم توافي جدوم يا رب. المقدم عبد الله سالم النقبي رئيس مركز شرطه واسط الشامل بالانابه، شكرا على هذه المداخله من خلال برنامج 7 على 7. مشكورين. الله يعطيكم العافيه. مشكورين.
مشاهدينا نكمل معاكم فقراتنا، وتستكمل لجنة مشاهدة واختيار العروض مشاهدة أعمال مشاركة في المهرجان أو مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة في دورته الثامنة، وذلك في مسرح مركز المركز الثقافي لمدينة كلباء، لاختيار المتأهلين لمرحلة المنافسة على جوائز المهرجان. خلونا نتابع معا هذا التقرير. بدأنا بالعمل على ورشة الإخراج مع مجموعة من الشباب، يعني كان في أكثر من مستوى، في شباب أول مرة بيشتغلوا، في شباب قدماء يلي عندهم خبرة تم التعامل معهم بطريقة مختلفة عن يلي جايين لأول مرة بالطبع هذا. فإذا كانت ماشية يعني الورشة على أكثر من مستوى، على أكثر من قناة، يعني خلينا نسميها. بظني أنه البعض عنده كان رغبة بأنه يعرف الأشياء المختلفة، البعض كان مرن واستطاع يعني أنه يشوف المسائل من غير وجهة نظر، يعني من وجهة نظر غير ثابتة، وهذا عمل كتير مهم عند المخرج أنه يعني ألا تكون هناك ثوابت نهائية بالعمل. البعض كان كتير مرن بهذا الاتجاه وطور أدواته على ما أظن، البعض يمكن كان يحتاج إلى وقت أطول، أو ربما نتائج الآلية بالتفكير هي تظهر بعدين. يعني هذا نوع من الشغل اللي مش بالضرورة مباشرة أنه يظهر أو يبدو، يعني في ناس مع الوقت هذا بنسميه ترجيعه بعيد، يعني ممكن يكون بعدين يعيد النظر ببعض القضايا اللي هي بذهنه. أهم شيء كان بالنسبة لي أنا يعني، واللي شفته بالواقع يعني كنتائج بالعروض اللي شاهدناها، البعض فعلا يعني أعاد النظر بمسألة أنه المادة النصية أو الكاتب يفترض أنه يتم التعاطي معه ككاتب، يعني لماذا كتب وبأي حقبة تاريخية كتب وعموما كيف يكتب وهذا النص تحديدا، أو ليش هذا النص. يعني البعض استطاع أنه يبدأ هيك يعمل مناخ عام، هيك جو عام له علاقة بهذا الكاتب، واستطاع أنه يبدأ يلمس مفهوم الدراما بالعرض المسرحي. طبعا مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مهرجان هذه ثاني سنة أمثل فيه، وطبعا مهرجان وايد حلو، وايد ناس تحب تشارك فيه، وأي شخص يحب يمثل أنصحه بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. طبعا أنا كنت مشارك بمسرحية صائد طيور جهنم، ومسرحيتنا تتكلم عن أشياء وايد تتضمن مسائل الحياة. طبعا المهرجان مهرجان وايد كبير، مهرجان معروف في الإمارات كبرها، مثل مهرجان الأيام، مهرجان الشباب، ومهرجان الطفل، أيضا مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة صار من ضمنهم. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا الحين راح نروح لموضوع جدا مهم، الله يبعد عن شبابنا هذه الآفة الخطيرة، وهي المخدرات. طبعا المخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات للأسف، وبشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطرا يهدد هذه المجتمعات وتنتظر بالانهيار. أقيم ملتقى استشراف المستقبل لحماية النشء من المخدرات تحت تنظيم جمعية أم المؤمنين. للمزيد من المعلومات دعونا نرحب ضيفنا بالاستوديو الأستاذ عبد الله محمد الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعوية والعلاقات العامة. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ. حياك الله وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا. قلنا نحن أن آفة خطيرة انتشرت للأسف في الآونة الأخيرة، وذهب فيها كثير من الشباب، شباب اللي كان يخدم مجتمعه، شباب اللي صحيح. كان ناجح يوم من الأيام في حياته. لو تحدثنا أكثر عن مركز إدارة العلاج والتأهيل. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا سعيد أن أكون معكم في هذا اللقاء، وهذا اللقاء جزء من الحل. اليوم وسائل الإعلام لازم تسلط الضوء على القضايا المجتمعية، بل حتى القضايا الوطنية. اليوم أنا أشوف ما شاء الله أعضاء المجلس الوطني طرحوا عدة محاور مهمة للمواطن، لكن نتمنى تكون من أهم المحاور المطروحة هي مسألة الإدمان. في البداية أحب أعرف عن هذا المركز الكبير، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي.
أول شيء يعني كأنه ما شاء الله هذا اللقاء جاء مناسب في وقته، لأن اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدر قانون بشأن مركز إرادة، قانون جديد ينظم التعامل مع كلمة جديدة في المجتمع أصحاب الإرادة. نحن ما نسميهم المتعاطين ولا نسميهم كذا، نسميهم أصحاب الإرادة. فالشيخ قال هكذا في جريدة البيان اليوم، قال بكل صراحة نحن ندعم ونحمي أصحاب الإرادة الذين هم مثل ما عندنا أصحاب الهمم عندنا أصحاب الإرادة. حتى في الاسم فيه اهتمام، حتى في الاسم فيه شيء من التسامح وشيء حتى من الرقي والوعي. نعم. بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، وكذلك شكل سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد المجلس التنفيذي، شكل مجلس الإدارة الجديد للمركز اللي نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المرحلة المقبلة. وكذلك أحب أشكر المجلس القديم على إنشاء المركز والجهود اللي بذلوها في المركز. بسرعة أمر على مركز إرادة. مركز إرادة مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، له ثلاث محاور رئيسية أقولها بسرعة. المحور الأول العلاج والتأهيل، المحور الثاني تمكين الكوادر الوطنية والتدريب، المحور الأخير التوعية. إن شاء الله في اللقاء هذا حبيت أتكلم عنه بالتفصيل حاضري. أستاذ عبد الله، تعطينا نبدأ عن ملتقى استشراف مستقبل حماية النشأ من المخدرات. نعم، وهذا كذلك مثل ما بدأت كلامي، اليوم في جهات مجتمعية أخرى عندها وعي بأهمية قضية المخدرات. صحيح. فجاءت جمعية أم المؤمنين في عمان. وطرحت على مركز إرادة فكرة المشاركة مع شركاء آخرين في هذا الملتقى. كان ملتقى استشراف المستقبل، نحن اليوم محتاجين نستشرف المستقبل، شو ممكن نسوي؟ لا زال عندنا أولاد محتاجين إلى دعم ومحتاجين إلى توعية ومحتاجين إلى أن نقلل بيئة الطلب على هذه المادة اللي ذهبت عقول شبابنا. صحيح. فما أنسى أذكرني سعادة المدير التنفيذي أستاذة أسمى شهداد، قدمتنا دعوة وعطونا محور معين بنتكلم عنه، وكان معنا كذلك ما أنسى أذكرهم حماية، مركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي وتحديدا المكافحة، وكذلك كان معنا ناس آخرين من جهات أخرى قدموا أوراق عمل. إحنا اليوم نتكلم عن قضيتنا اللي هي محورنا الثاني. في شراكة مجتمعية يعني. بلا شك. على الحين أستاذ أنا بروح للمحور اللي أنت ذكرته واللي هو كان محور البيئة المجتمعية في وقاية النشأ والشباب. ليش المحور هذا بالذات؟ طيب أول شيء المحور هذا اخترناه نحن في مركز إرادة أول شيء بحكم التخصص. أنا اللي كنت صاحب المحور هذا، أنا كمسماي الوظيفي مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة. فنحن اليوم عندنا إدارة كاملة في مركز إرادة معنية بالتوعية. هذه التوعية قائمة على أساس البحث العلمي المجتمعي، أبحاث مجتمعية قائمة عليها توعية. فطلبوا منا نقدم ورقة عمل، قدمنا ورقة عمل مهمة جدا اللي هي كيف نصنع قيم جديدة في المجتمع. مركز إرادة عنده مشروع أطلقناه الآن، بدأ مع بعض الإذاعات المحلية في دبي، اسمه لقمان بالقيم يصان الإنسان. نعم. هو برنامج توعوي بيبدأ إن شاء الله من السينمات والإذاعات إلى أن يصل إلى المولات، وحتى اسم الفيلم لقمان، لقمان بالقيم يصان الإنسان. نعم. هو برنامج متكامل قائم على أساس دراسة علمية، نتمنى تكون في مركز إرادة هي رؤية الإمارات في توعية النشأ بإذن الله. يقوم على أربع محاور: الأخلاق، الصحة، العقل، المال. نعم. هذا البرنامج إن شاء الله بتسمعون أصداءه في المجتمع إن شاء الله. أستاذ عبد الله، تكلمنا عن نسبة المدمنين يعني في السنوات السابقة والآن، هل النسبة زادت أم حاولت السيطرة؟ صحيح. أول شيء المقارنة غير ما تكون في محلها. ليش؟ نعم. لأن في الزمان كان عدد أنواع المخدرات أقل وعدد معروفة يعني. نعم، أقل ومحصورة وصعب الحصول عليها. نعم. اليوم تنوعت المخدرات حتى وصلت في آخر تقارير دولية إلى 700 نوع من أنواع المخدرات، بعضها ما نعرفها أصلاً. نعم. إذن لابد من إقامة دراسات ومراكز بحث وكذلك مراكز علاج وتأهيل. الشيء الثاني اللي يمنع هالمقارنة نقول زمان كيف والحين كيف. نعم. عدد السكان في الإمارات ضعف بشكل كبير. صح. واستوى الثقافات مختلفة، أكيد كان لها أشياء إيجابية. نعم. أشياء إيجابية على الاقتصاد وحتى على السياسة وعلى التلاحم وحتى الإنسانية، لكن كذلك ما تخلو من بعض المساوئ اللي دورنا نحن كمراكز ودورنا نحن كمجتمع. نعم. وحتى الإعلام إن نقاومها ونحاول. صحيح. نصفيها المشاكل اللي فيها اليوم. نعم. لو أستاذ عبد الله قلت لك الشباب ليش يتجهون للمخدرات؟ مثلا في عند الشباب لما كنا في المرحله الجامعيه بعض الشباب يقول لك الصنف الفلاني من المخدرات هذا ما يعتبر مخدرات. جميل. الحشيش ما يعتبر مخدرات، ويعطيك مثال سير الدوله الفلانيه او سير المكان الفلاني عادي. ف
فيقول لك يعني يوحي لك ان مثلا الحشيش ولا الحبه الفلانيه اوكي متعه ويعطيك قوه ويخليك تنسى. صحيح. الامور مثل هذه اللي توجه الشباب، هي تتوقع هي الاسباب كافيه خلت الشباب للاسف يتوجهون للمخدرات؟ لو تلاحظ انا بديت كلامي في لقمان بالقيم يصان الانسان. نعم. اذا كنت تتكلم عن الشباب اللي بعدهم او النشأ اللي بعضهم ما وصلوا للمخدرات، فصراحه الجواب اسباب تعاطي المخدرات كثيره، يلخصها غياب القيمة. اليوم أنا لما سافر وما عندي مجموعة من القيم الأخلاقية ومجموعة من القيم العقلية وحتى المهارات الصحية، أني يعني أنا لازم أحافظ على صحتي وأنا مسافر، أحافظ على عقلي من شو أتابع وين أروح، وأحافظ على أخلاقي كمواطن يحمل تقاليد وعادات ودين بلده. فاليوم هذا السبب. لكن نعم، أمثلة اللي قلتها أنت تعرف شو علاجها؟ علاجها اليوم الإعلام للأسف ما متجه نحو قضايا المخدرات. يعني قلت لكم بداية الحلقة أنا فخور أني أكون في تلفزيون الفجيرة وأتكلم عن قضية وايد من القنوات ما يبي يتكلم عنها، هذا واجب ما تبغى تتكلم عنها. إذا أنت نفسك كإعلامي مو بواعي فيها وواعي في خطورتها. نحن اليوم في مركز إرادة نقدم يعني مجموعة من البرامج التوعوية اللي وصلت، ان قدمنا اول حلقه شبابيه في دبي مول للمخدرات، قدمنا 3 أيام في فيستيفال سيتي في دبي، 3 أيام من 10 لـ10 نحن موجودين، عندنا سينما إرادة للإنتاج العلمي، عندنا نحن عندنا في المركز أول ماجستير في الشرق الأوسط لعلوم الإدمان. كل هذا الإعلام ما اطلع عليه، ليش؟ لأنه ما يفكر إلا في بعض القضايا قد تكون مهمة وقد تكون غير مهمة، لكن لما يكون عندنا إعلام واعي مثل هالإعلام أكيد النظرة بتتغير. أكيد، وهذه أهم قضية أساساً لازم لابد أن تسلط عليها الضوء. أكيد أكيد. أكيد. من الملام؟ الملام نعم. الآن طبعا لما أقول من الملام الله يعلم شو بطلع من الاستديو، لكن من الملام؟ كلنا الملام. نعم. كلنا ملام. حكامنا جزاهم الله خير ما قصروا، أعطونا كل الإمكانيات. أنا كان في عندي حلقة اسمها التمكين. ما هو التمكين؟ نعم. التمكين تلخصه في شيئين، نعم. معرفة وأدوات. حكامنا أعطونا المعرفة، اليوم نحن ندرس في أرقى الأماكن. أنا صحيح. قد يستغرب واحد يقول ما شاء الله الشيخ تشتغل في مركز إدمان، أقول نعم أنا خلفيتي شرعية، لكن اليوم أنا تدربت في أمريكا، تدربت في ماليزيا، سافرت لأكثر مراكز العالمية، تعلمت من الأطباء والمختصين في مركزي، فدولتي أعطتني المعرفة وأعطتني الأدوات، أعطتني التمكين، أعطتني الميكروفون، أعطتني هذه الشاشة، أعطتني حتى الأدوات المالية وغيرها. اليوم حكامنا ما قصروا، وفي مسؤولين كبار قائمين بواجبهم. لكن الدعوة الآن من الملام، الملام من لم ينتبه لهذه القضية. أنا أدعو الجمعيات الخيرية، جمعيات النفع العام، كل من يستمع إلي لابد أن تبادر بمبادرة تدعم المدمنين. نحن في مركز إرادة أطلقنا أكبر مبادرة لدعمهم اسمها مسموح، في عام التسامح اسمها مسموح. أنقذنا بفضل الله عز وجل 14 روح بسبب توفير عقار في سيارة الإسعاف من الجرعة الزايدة، كانوا يكتبون لهم شهادة الوفاة لولا هذا العقار اللي وفره مركز إرادة، واليوم في طلب أكثر عليه أن يكون موجود في المجتمع. نحن وفرنا في برنامج مسموح، برنامج إذاعي 30 حلقة تكلم فيه المتعافين والمتعافيات، وفرنا لهم وظائف، استطعنا أن نصل إلى صيغة للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك. يعني فعلا مركز إرادة يحتاج إلى حلقات معكم عشان بس تعرفون كل جانب من الجوانب الثلاثة اللي تكلمت عنها، اللي هي تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، اللي هي العلاج والتأهيل، اللي هي أخيرا التوعية والوقاية. المدمن فعلا يحتاج هذه الأشياء، لأن أنا أعتبره ضحية. صحيح. ضحية. أنا ما أدري كم عندي، أبغى أوصل رسالة إذا تسمحوا لي. فضل. رسالتي اللي أبغى أوصلها أن اليوم صدر قانون مركز إرادة للعلاج والتأهيل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. هذا القانون نشر في الجريدة بتفاصيل عامة، بعض الناس صراحة أقول قد يأخذ بنظرة سلبية. اليوم القانون يدعو إلى تكاتف الجهود. صح. وهي النيابة العامة مشكورة وعلى رأسها القائمين عليها، وكذلك المكافحة وعلى تحتهم مركز حماية القائمين عليها، المحاكم، هيئة التنمية، كل هؤلاء الآن أعضاء في مجلس إدارة مركز إرادة الجديد. ليش؟ عشان نحاول هذه الجهات كلها معنية بشأن المدمنين. صحيح. كلها اليوم بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد ليست للعقوبة، ليست للمصادرة الحرية، بنص سيدي صاحب السمو اللي أتشرف أني أتكلم بالنيابة عنه، قال لنحمي وندعم أصحاب الإرادة والدمج والتمكين. كل اللي عليك تقرأ الخبر في الجرائد بتفاصيله حتى تعرف ماذا توفر هذه الحكومة المباركة من كل الإمارات، من الفجيرة إلى ما دائما ما نقول إلى السلع. نحن شيوخنا ما مقصرين، باقي نحن نكون مثل ما قال الشيخ محمد ميدانيين، ننزل للميدان ونشوف القضايا. الحمد لله. لو ذكرت أستاذ عبد الله قبل شوي دور المؤسسات الخيرية وإنها المستشفيات، اليوم نتكلم
بالذات دور المؤسسات التعليمية. الشاب لما كان نقول في المرحلة الثانوية راح يكون مقبل على حياة جديدة، صحيح. ممكن يسافر، ممكن يطلع، وخاصة المرحلة الثانوية والمبتعثين بعد، يعني ما شاء الله المبتعث يروح يحمل اسم دولته وكل شيء يكون متوفر له، الحالة المادية وكل شيء تمام. هني يكون الخطر. أنت الحمد لله نحن في دولة الإمارات مجتمع محافظ، الأمور طيبة. لما يروح مكان ثاني الأمور كلها تختلف. أكيد دور المؤسسات التعليمية جميل. دائما ما شاء الله الأسئلة الحمد لله عندي لها جواب. كنا في أول شيء عشان تعرفون مركز إرادة اليوم وصل، على فكرة كل الكلام اللي أقوله في 3 سنوات المركز عمره 3 سنوات. كنا في قمة أقدر العالمية التابعة لخليفة للتمكين، برنامج خليفة للتمكين تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية. كنا في القمة وأنا التقيت شخصيا بمعالي وزير التربية، أوجه له التحية من هذا المنبر الإعلامي. وما تتعجبون كيف مسؤولينا كما قال الشيخ محمد على أعلى مستويات التجاوب. استوقفته وجلس معنا في المنصة لمدة طويلة، وعلى طول وأنا جالس والله ما أبالغ فلان 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 دعاهم لما سمع مني بعض التفاصيل عن لقمان وبعض التفاصيل عن برامج التوعوية وبرامج الكشف المبكر وكيف الأخصائيين يتعلمون ويتدربون كيف يكتشفون الحالات في أول مراحلها. أكلمكم جد، جالس معالي وزير التربية، فلان أباك فلان أباك فلان أباك، اتصلوا في الشيخ خذوا رقمه. رجعت بعد أسبوع من موسكو مستشار معالي وزير التربية فيصل الباكري، الدكتور فيصل الباكري كذلك مسي عليه بالخير، كان موجود. والآن في الأسبوع الثاني عقد اتفاقية بتتوقع إن شاء الله عن قريب، وبيكون في تعاون كبير بين مركز إرادة ووزارة التربية والتعليم، فإن شاء الله يكون هذا جواب بإذن الله. طيب نوعية التعاون كيف بتكون؟ هل هي عبارة عن محاضرات ورش عمل تقدم؟ ذكرت في كلامي أن بتكون أول شيء هناك برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين اللي يكتشفون الحالات المبكرة قبل وصولها للإدمان. لأن نحن في الإدمان هناك مرحلة يسمونها مرحلة التجربة، تعاطي ليست مرحلة الإدمان. أنا أشوف التدريب لازم يكون شامل، المعلمين والعلماء نعم. كلهم. لكن لو تخيلين حجم وزارة التربية فلازم نبدأ أول شيء بالمفاصل القوية والضرورية. إذن الأخصائيين والمشرفين على المدارس، ثم برنامج لقمان بتساعدنا وزارة التربية في إعداد المادة العلمية والخروج للمجتمع عبر وسائل مبتكرة مثل ما قلت سينما، وكذلك برامج مسابقات مثل الزمان الطيبين مثل ما يقولون بس بأسلوب مبتكر. نحن نبغي الأسرة اليوم تنتمي لبرنامج لقمان حتى نصل، واحد يقول وين الرؤية لمراكز لقمان في كل الإمارات، أنك أدخل مركز يقدم لي 4 قيم، روبوتس وعقل وشطرنج وأشياء لتقوي العقل، وكذلك في المقابل أشياء لتنظم علاقاته المالية وكيف يتجاوب مع الادخار وهالقضايا، وكذلك قضايا الرياضة والصحة، وأخيرا قضايا الأخلاق. هذه الكومبينيشن الصح بالإنجليزي تسمحوا لي، هذه الخلطة هذه الكاملة هي اللي تقي شبابنا. لأن اليوم يوعنا شباب أخلاقيا مربيين زين، لكن الأبو ما كان مهتم بالمهارات العقلية أو كان ما مهتم بالمهارات النفسية. تعرفون بعض الشباب تعاطى بسبب حبوب شباب، لأن مثلا عنده حبوب شباب تنمر عليه في المدرسة، وما لقى حد في الأسرة يفهم شو معنى حبوب الشباب وشو الضغط النفسي اللي يتعرض له، وهو يستحي يقول، فتعرض لواحد من المتنمرين حماية مقابل استغلال في عدة جوانب منها التعاطي. فاليوم نحن لازم نصل إلى كل بيت كل أسرة. وسامحوني أنا أقول بصراحة، اليوم وايدين يبغى يعرفون مثلا بعد البرنامج عن إرادة مركز إرادة. اليوم نحن أسألكم سؤال كل المجتمع اللي يسمعني الحين، كم حساب نتابع لبعض مشاهير التواصل اللي بعضهم ما بعمم ما يقدم قيمة للوطن ولا للمواطن؟ لماذا لا نتابع حسابات مراكز العلاج؟ حساباتنا ترى ما فيها إدمان ولا مخدرات ولا شيء يخوف، فيها فعالياتنا، فيها تواجدنا. إرادة سنتر هذا الحساب اليوم ما يتابع قريب من 2000 تابعه. بتقول شو تستفيد شيخ لما يتابعونه اكثر؟ لو تابعوه اكثر لما اروح لمول ابغى اسوي توعيه يقول تعالوا انتم ما شاء الله متابعينك بمئات الالوف، تعال خذ المساحه مجانا. نعم. لانك انت المراكز التجاريه شو تبغي؟ تبغي ناس يحضرون تسوق. نعم. فكل ما الناس التمت حوالي قضايا مجتمعيه برنامج لقمان او حتى البرامج اراده وغيرها اللي تقدمها، نحن باذن الله بيتغير صوتنا. نعم استاذ، طرحت موضوع انك انت بعد ما التقيت مع وزير التربيه والتعليم. نعم. استاذ سعاده حسين حمادي، ما تكلمتوا عن حصص التربيه الاسلاميه؟ انه في السابق كانت في حصص تربيه اسلاميه كان موضوع الاشياء هذه اقل بكثير، يوم قلت حصص التربيه الاسلاميه استوى الموضوع يعني بزياده.
جميل. يعني لأن مثلا الحين موضوعك أنت ودخولكم أنت معاهم توقيعكم معاهم عقد أو اتفاقية هذه أحس أنه لازم يركز على مادة التربية الإسلامية أنه يكون هناك في محاضرات في هذه المادة يعني في هذه الحصة بالذات. صحيح. أول شيء يعجبني في طرحك أن اليوم الإعلامي يطرح بكل شفافية ما يلتمسه هو يعني أنا من واقع تجربتي كمربية أو عندي أسرة أو عندي إخوان وخوات أنا أطرح قضيتي يعني أنا هاي قضيتي أشوف أن الدين قضية مهمة. أول شيء ما بتكلم باسم وزارة التربية والتعليم لأنه ما شاء الله عندهم الكفاءات والقيادات، لكن أقدر أقول شيء واحد من خلال معرفتي الصحيحة إن شاء الله، أن معالي وزير التربية الآن قريبا أو أطلق أو الآن قريبا سيطلق برنامج كامل اسمه السنع. نعم. هم قائمين عليه من أظني من سنوات، والحين بيبدأ المشروع هذا. هالمشروع السنع هو العادات والتقاليد اللي منها الدين، نحن اليوم مكون عاداتنا وتقاليدنا فعلا. الدين، فهم طارحين مشروع جميل. كنت أتمنى أكون جزء من هالمشروع، لكن معالي وزير التربية إن شاء الله بيكون معنا في برامجنا. فاللي بقول إن شاء الله في تغير قادم، في أسلوب جديد في الطرح موجود إن شاء الله، ما بنستبق الأحداث، بنشوف إن شاء الله المراكز هاي شو بتسوي. اليوم تكاتف الجهود هي اللي بتنجح الجميل، نعم، شراكة مجتمعية لإنقاذ هذا الفئة. جميل أستاذ عبد الله أنك ذكرت يعني استجواب وزارة التربية والتعليم بسرعة في تجاوبهم باللي أنت طرحته، وهذا شيء يعني الحمد لله يبشر بالخير. أكيد الحمد لله العملية طيبة عندنا. الحين لو نتكلم لو بغينا نحن نسوي حد لانتشار الآفة السيئة هذه، صح، هل ممكن العقوبات تزيد على المروجين والتجار في للمخدرات؟ جميل. أنا أبغي أفرق قبل أن أجاوب على السؤال هذا، هناك فرق بين المتعاطي والمروج. صحيح. وتاجر السم. صحيح. نحن نقول حتى في وسائل الإعلام ضحايا هؤلاء، إذن لازم نفهم أن في ضحايا وفي مجرمين. نعم. فعلا. العقوبات أولا، أنا دائما في لقاءاتي أحب أكون كما علمتني أول شيء الحكومة الرشيدة، علمتني قادتي، وخاصة أنا رسالة بقولها عبر رسالة التواصل، لازم لا تتكلم بما لا تعرف. الله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم. أنا هل قادر على أن أجيب على سؤال مثل هذا؟ هل ظني لو العقوبات زادت أو خفت أو قلت؟ أكيد ما أقدر أجاوب بروحي. نحتاج نجتمع كمراكز علاج وتأهيل، نجتمع كنيابة، كمحاكم، كلنا نجتمع مع بعض. اليوم في الغرب في 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 نماذج اسمها محاكم المخدرات، مثل ما عندنا محاكم المرور. هالتجربة لازم نطلع عليها. أبشركم كذلك عشان ما أنسى، مركز إرادة في برنامج مسموح اليوم إن شاء الله كنت في لقاء مع بعض القنوات المحلية، ما أبغى أسميها لما يكون في اتفاق. بنسوي برنامج مسموح التلفزيوني اللي هو بنعرض فيه تجارب العالمية وتجارب المحلية في مكافحة المخدرات. نعم. من ناحية الدواء، من ناحية العقارات الموجودة، الدواء الموجودة، التكنولوجيا الموجودة، الكوادر الوطنية المدربة. نعم. حتى الدين اللي سألتي عنه، مركز إرادة عنده أول برنامج ديني علاجي. جميل. في المنطقة اسمه 99 حوار. نعم. مع الروح. نعم. الله يوفقكم يا رب. أستاذ عبد الله محمد الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعوية والعلاقات العامة، شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامج 7 على 7 ومناقشة هذا الموضوع فعلا المهم واللي يشمل جميع الفئات في المجتمع. أتمنى أكون فدت الإخوة المستمعين والمشاهدين، وأتمنى إن شاء الله الجميع يتفاعل مع حسابات مراكز الإدمان سواء نحن أو غيرنا من المراكز. إن شاء الله بيكون معنا لقاء آخر. جزاكم الله خير. مشاهدينا أكيد مكملين معكم في قناتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، مكملين معاكم برنامجنا 7 على 7. طبعا تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات سوق ليوة للتمور الفاخرة الذي ينظمه مصنع تمور ليوة في مدينة مزيرعة ليوة بمنطقة الظفرة، والذي يتم تنظيمه بشكل دائم خلال أيام نهاية الأسبوع على مدار العام، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم المزارعين المحليين وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص. أكيد مشاهدينا، التعرف على المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة المهندس مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. مرحبا بك سعادتك ونورت البرنامج. الله يرحبكم على فضله وأسعد الله مساكم ومساء المستمعين الكرام بكل خير. مساك سعيد يا رب. بداية سعادتك لو تخبرنا عن مشاركتكم في سوق ليوة للتمور. طبعا هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي الجهة المسؤولة عن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وكذلك بشقه النباتي والحيواني، ومعنية أيضا بالسلامة الغذائية والأمن الغذائي المحلي في الإمارة، وكذلك الأمن الحيوي. وتأتي مشاركة طبعا الهيئة في فعاليات سوق ليوة للتمور الفاخرة في مدينة مزيرعة منطقة الظفرة
في إطار جهودنا لدعم المزارعين المحليين وتطوير صناعة التمو في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبو ظبي بشكل خاص. نعم. وإثراء المشهد الثقافي والحضاري لهذه الصناعة والزراعة الوطنية المهمة. جميل. لو طبعا جهود كبيرة تبذلونها أنتم خلال أيام السوق، لو تحدثنا عن هذه الجهود. الجهود طبعا الهيئة طبعا تدعم كل ما من شأنه تطوير وتحسين القطاع الزراعي في الإمارة من خلال دعم الإخوان المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم وإطلاعهم على أفضل الممارسات الزراعية في إدارة أشجار النخيل والطرق الصحيحة لمكافحة الآفات والوقاية وتعريفهم القنوات التسويقية المهمة، وكذلك أيضا تتضمن مشاركتنا توزيع النشرات والمنشورات التوعوية والتعريف بأفضل أصناف التمور ومعاملات المعاملات الزراعية ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد. كل هذا طبعا من شأنه أنه يحسن من مهارات المزارعين ويزيد من إنتاجهم ويساعدهم على مكافحة الآفات المهمة التي تصيب قطاع النخيل في القطاع الزراعي. نعم سعادتك، خلينا نتكلم عن دوركم في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية في دعم المزارعين وخاصة فيما يتعلق بقطاع النخيل. طبعا قطاع النخيل نحن وليه اهتمام خاص بحكم أن اليوم أن النخيل تعتبر من أهم المحاصيل. نعم. اللي موجودة على خارطة إمارة أبو ظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. نعم. فلدينا برامج مكافحة للآفات الخمس الرئيسية التي تصيب النخيل، اللي منها سوسة النخيل الحمراء ومنها حميرة وحفار العذوق وحفار الساق وعنكبوت الغبار. نعم. لدينا برنامج مكافحة لهذه الآفات، وأيضا لدينا برامج توعوية لعمليات الزراعة سواء كانت الري أو التسميد أو عمليات التنبيت والخف وأفضل الأصناف أصناف التمور الرائجة في السوق المحلي. نعم. وأيضا لدينا تواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف اللي هو تنمية مهارات المزارعين في عملية التسويق وعملية تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات. ممتاز. كلمة أخيرة حاب توجهها للمتابعين. طبعا في نهاية اللقاء أولا نشكر إذاعتكم الموقرة اللي أتاحت لي الفرصة هذه أن أتكلم عنها عن مشاركتنا في شاركة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية في سوق ليوة. وطبعا نحن نتمنى للإخوان المزارعين التوفيق ونشجعهم على أنهم ينمون مهاراتهم التسويقية. شكرا. لا يألون أي جهد أن يتواصلون معنا. نعم. من خلال شكرا. فعلا شكرا لجهودكم. نعم. المهندس مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الزراعية في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا لك. الله يحييك. أهلا وسهلا. أعلن سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام انطلاق النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للمبدعين العرب. تنوعت المشاركات في النسخة الأولى من الجائزة وحظت على أهمية بالغة ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية. طبعا احنا اليوم متواجدين في جامعة الإمارات العربية المتحدة للتعريف بالجائزة ضمن الجولات التعريفية اللي نقوم فيها داخل الدولة وخارجها. احنا اخترنا جامعة الإمارات عشان نبتدي جولاتنا التعريفية داخل الدولة، طبعا لأنها هي الجامعة الأولى في الدولة ومصنفة من ضمن أفضل 300 جامعة في العالم. فجامعة الإمارات مهم جدا مشاركة طلبتها ومشاركة حتى أعضاء الهيئة التدريسية فيها في الجائزة، وحبينا ان احنا نيه هني ونوصل للطلبة بنفسنا، نجاوب على أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالجائزة، والحمد لله كان الـ الـ الـ
حضور جميل وحتى الأسئلة والاستفسارات من الفئة المهتمة بالمشاركة في الجائزة قدرنا احنا وفريق العمل ان احنا الحمد لله نجاوب عليها. حضور كانوا فعلا فئة مهتمين انهم يشاركون، فكانت معظم الاستفسارات عن طبيعة المشاركة في الجائزة، شو هي الشروط، اذا ممكن انهم هم يعني يستثنون من الشروط وغيرها. فاحنا وضحنا لهم ان هاي الشروط الجائزة هي ثابتة وتطبق على الكل. وضحنا ايضا فئة الرواية الاماراتية اللي هم ما كان عندهم خلفية كبيرة عنها، كيفية المشاركة فيها، شروط المشاركة في هالفئة، عدد الكلمات لكل مشاركة. أيضا كان الاستفسار عن موعد تسليم المشاركات، كيفية المشاركة، هل هي إلكترونية أو لازم تسلم المشاركات باليد. أيضا كانت في استفسارات عن المعايير تقييم المشاركات، وضحنا لهم منهم كانوا لجان التحكيم في الدورة الأولى، إنهم نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين العرب، إن أعمالهم تقيم من قبل يعني عمالقة في الساحة الثقافية العربية. فكانت عندهم هاي الاستفسارات والحمد لله قدرنا إن احنا نجاوب عليها كلها. حياك الله مشاهدينا. يعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة. يتشكل المجلس من 40 عضو، يتم تعيين نصفه من قبل حكام الإمارات وينتخب النصف الآخر من قبل الشعب. من أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها. طبعا اسمحوا لنا من رحب ضيفنا في الاستوديو حمد عبد الله الصم المطيري، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الفجيرة. يا أهلا وسهلا فيك، نورتنا. نوركم وأشكركم على هذه الاستضافة صراحة، باستضافة المرشحين وعرض أفكارهم مقترحاتهم أيضا في مع الشعب. حياك الله. حياك الله. لو تكلمنا أستاذ كيفية إبراز إمكانيات الشباب وقدراتهم على المساهمة في إنجاز الأهداف الوطنية. طبعا الشباب هم عماد كل دولة، صحيح. وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة فتية، دولة شباب. وحكومة دولة الإمارات أطلقت هذه الاستراتيجية بإنشاء أول وزارة خاصة في الشباب تحت مسمى وزارة الشباب، وعينت لها وزيرة من الشباب اللي هي معالي شمة المزروعي. فأهمية الشباب هم الركيزة الأساسية لقيام الدول. أنا اليوم لما أهتم بالشباب أهتم في المجتمع. من راح يخدم كبار السن؟ الشباب. من راح يقوم بتدريس الأطفال؟ الشباب. فدولة الإمارات تهتم بالشباب وشراكهم أيضا في المؤسسات الدولة. نعم. أستاذ حمد، لو تكلمنا عن برنامجك الانتخابي، خلينا نتكلم عن هذا البرنامج. أنا طبعا برنامج الانتخابي برنامج يعني موسع، ولكن ركز على المعلم وركز على الشباب. نعم. نتكلم عن المعلم. نعم. المعلم أيضا هو صانع الشباب، صانع الدولة. صحيح. يعني ما يعني اليوم لما يكون معلم يزرع الثقة، يزرع المعرفة في الشباب، راح ينتج عندي شباب متعلم مثقف يعرف الصح من الخطأ، حتى يحارب الأفكار، يحارب الثقافات التي قد تدخل من الخارج، يحاربها. كذلك عندنا الشباب اليوم لما نتكلم عن الشباب، خلينا نتكلم قبل الشباب، نتكلم عن الأطفال. الأطفال نسبة، أكبر نسبة عندنا في الدولة أطفال، بعد 20 سنة راح يكونوا شباب. إذا ما صنعنا برامج ودمجنا الشباب في المؤسسات، ما راح نعاني في المستقبل، وراح نعاني أيضا من خلال البرامج الأخرى. أستاذ حمد، تحدثت عن الشباب وقلت ملفك يركز على الشباب، لو تكلمنا عن كيفية توعية الشباب وتحصينهم من المخاطر والأفكار الضالة، وهذه دوما اللي تأثر على الشباب، الأفكار الضالة، كيف نحن ممكن نحمي الشباب من الأفكار الضالة؟ اليوم لو تكلمنا عن العالم، يعني موقف صار في العالم كيف يصل لنا بأسرع ما يمكن. نعم. قبل 30 سنة، قبل 20 سنة، أي مواقف يعني جاري يمكن صار عنده مشكلة ما أعرفها. اليوم سهولة دخول الأفكار في بيتي أنا سهلة جدا. أنا اليوم كأسرة في 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 داخل أسرة أنمي يعني أرتب أربي أبنائي. نعم. على كيفية استخدام التكنولوجيا. قبل كيفية استخدام التكنولوجيا أغرس فيهم قيم الصدق، قيم الولاء. صحيح. قيم الانتماء. حتى لو جاءت هذه الاختراقات أو جاء الفكر الهدام الضال من العالم، أقدر أحارب، ما أنتظر هذه الأفكار تدخل على الشباب وبعد ذلك أنا أعالج، راح تكون فيها صعوبة. صحيح. من الأسرة للمجتمع للمدرسة
كلها يعني منظومة متشاركة ومتكاملة. نعم. تكلمت عن الحلقات النقاشية وأنك تهتم في الشباب وهناك مجالس فعلا مجالس تعني بالشباب. صحيح. طيب إذا تكلمنا عن هذه مجالس الشباب والمقترحات التي تطرح والمناقشات والأفكار بماذا تسهم إلى أو إلى أي مدى هذه الأفكار ستسهم في تقدم الشباب ووصولهم للمراكز العليا؟ اليوم أفكار الشباب يعني خاصة أتكلم يعني في بيئة عملي. نعم. مثلاً خاصة الشباب عندنا اليوم نأتي من الشباب أفكار ملهمة. صحيح. في الصناعة في 2017 تم إنشاء مركز للشباب خاص استقطاب الكفاءات استقطاب الخبرات والتجارب. جميل. فعقد 70 جلسة أكثر من 2000 شاب يعني كل الشباب اجتمعوا تحت هذه المظلة أو هذه المنصة. نعم. لعرض أفكارهم وأخذ الجديد من الأفكار. فالشباب اليوم قد يأتي بأفكار لا يتخيلها كبير السن، قد لا يتخيلها المجتمع أو يكمل لأنه يواكب أو يكمل أكيد يكمل لأن اليوم المستقبل سريع جدا. صحيح. وخاصة اليوم ما نسابق الزمن، لابد أن نتغلب على الزمن. صحيح. الزمن سريع والشباب يكبر والشباب وحاجات المجتمع تختلف، قد تختلف قبل 40 سنة. أكيد. عن 20 سنة القادمة متغيرات سريعة. أستاذ حمد فعلا اليوم انت قاعد تتكلم انك للشباب اليوم لو نتكلم نحن الحمد لله رب العالمين الدوله وفرت وسوت وزاره للشباب. صحيح. بوزيره شابه اليوم نشوف المجالس الشبابيه زائد المجالس الشبابيه اللي تكون في المؤسسات. صحيح. فاليوم الشاب لو عنده اي شيء يقدر يوصل له بكل سهوله ويقدر يوصل رسالته بكل سهوله الامكانيات كلها متوفره. لو انت تشوف المنطقه مش مثل دولة الإمارات أمانة. صحيح. من وزارة الشباب من المجالس الشبابية في المؤسسات الحكومية في الجامعات في كل مكان. صحيح. شو اللي ممكن الشباب يحتاجه اليوم؟ كل شيء متوفر للشباب. صح. شو اللي يحتاجه الشباب؟ شوف الشباب يحتاج الاهتمام. يعني ممكن الأفكار التي يقترح الشاب تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى رعاية. نعم. تحتاج إلى دعم حتى يخرج منها منتج. يعني عندنا اليوم لما نتكلم عن الشباب صار عندنا منتج أو صار عندنا فكرة من أربع طالبات اللي هي المطبات الاصطناعية. نعم. هذه الفكرة يعني كانت جميلة وأيضا يعني تبنتها إحدى المؤسسات ولكن لا زالت يعني قيد الدراسة. تبنتها إحدى المؤسسات أنها كيف يصل الإسعاف بأسرع ما يمكن في حالات الحالات الحرجة وحالات الطوارئ. نعم. فالشباب عندهم أفكار جديدة. أنا اليوم مع الشباب أعيش مع الشباب يقول يا حمد يعني إحنا الدولة كل شيء وفرت لنا ولكن أيضا نحتاج إلى حد يرعانا وحد يطلع لنا وتبرز أفكارنا إلى القمة إلى الأعلى. يعني نعم. إذا البيئة موجودة كل شيء والأفكار موجودة. صحيح. لكن أنا برجع السبب بعد على الشاب روحه بنفسه. صحيح. لأن الشاب كل ما يبرز هو نفسه سواء الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا يقدر الشخص يعلن عن أي مبادرة. صحيح. يعلن عن أي طموح يعلن عن أي فكرة والحمد لله عندنا البيئة على طول بيئة جاذبة وتعني هالشيء. يعني أنا شوي بركز على الشباب إن الشباب في قصور شوي أنت عندكم وإن البيئة موجودة ولا لا؟ بالعكس إحنا نتكلم أنا بسمي مؤسسة كلية التقنية العليا مثلا اليوم عندنا يعني حتى الشباب هم قيد الدراسة يخرجون خارج يشاركون في ساعات تطوعية. أكيد. هذه بروح تضيف لهم أشياء يضيف لهم خبرة أيضا يمارسون الوظائف مع المهندسين مع حسب كل حسب تخصصه. صحيح. هذا أيضا تضيف لهم الخبرة. صحيح. اليوم لما يتخرج طالب أنا يعني ممكن يمكن أتكلم بشيء آخر اليوم الشاب إذا كان ما يملك مهارة القدرة على المعرفة القدرة على تطبيق المعرفة. صحيح. الشهادة ما راح تسوي لك شيء. أنا أقول للطالبات والطلاب أقول لهم أنا ما تهمني درجاتكم إيه ولا بيه، أنا تهمني المهارة كيف أنت تطبق المعرفة. حتى ممكن واحد صاحب السي يعطيك منتج يعطيك قدرة يواكب المستقبل أيضا يتعامل مع الآخرين بقدرة أكثر من صاحب الامتياز. هذا الكلام يحفز الشباب دوما. أكيد. طبعا الشباب إحنا من الشباب يعني. جميل. لا غيركم العمر يعني لازم جميل الله وأنا أكبر واحد فيكم بينك أنت وسهام. أكيد. الشكل ما مش مربوط. لو نتكلم عن المساهمة في توفير بيئة مثالية لمجتمع الأعمال للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم دولة الإمارات الحمد لله يعني الأولى في كل شيء. صحيح. واللي هي الخيار الأول للشباب العربي وللمستثمرين العرب. صح. لو تكلمنا عن الاستثمار في دولة الإمارات هو جانب من ملف. أكيد أكيد أكيد. الانتخاب. اليوم حتى الإمارات الأول في التنمية البشرية. المستثمر ماذا يحتاج؟ قبل كل شيء يحتاج إلى أمن. الأمن في دولة الإمارات الحمد لله متوفر. يحتاج إلى موقع استراتيجي موجود. يحتاج إلى بنية تحتية
موجود، يحتاج إلى أيضا سهولة في الإجراءات الاستثمارية موجودة. ماذا يحتاج المستثمر؟ دولة الإمارات اليوم يعني استثمرت، يعني أتكلم عن السنوات الأخيرة، استثمرت أكثر من 230 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، المواصلات، الطرق، المرافق العامة، هذا كله يحتاج المستثمر. يقول لك أنا بجيب شركتي وبجيب استثمارات في دولة الإمارات، كل شيء متوفر. نعم. فلما يجيب لما تأتي الشركات، شو راح يصير عندي أنا؟ راح يشتغل الشباب، راح تنشط الحركة الاقتصادية، راح تنشط السياحة، راح تنشط أيضا المرافق السياحية، كل شيء راح يشتغل. هذا هو اقتصاد دولة الإمارات اليوم. دولة الإمارات اليوم تعتمد على اقتصاد معرفي أكثر من اقتصاد اللي هو البترول والنفط القادم راح يكون قد ينفد في المستقبل. أكيد. هذا هو اقتصاد. حدث عن الشباب وفرص العمل، صح؟ الفرص موجودة، ولكن إحنا قبل كل شيء نغرس في الشباب أو نركز على الشباب أنهم يغيرون من ثقافة أنا الوظيفة اللي أريدها المكتبية، أغلبية مكتبية أو وظائف حكومية. حكومية نعم. بس كمثال، واحد من المليارديرات يقول شو قال؟ قال الوظيفة الحكومية لا يمكن أن تصبح منها مليونير إلا إذا كنت طبعا تعمل بطريقة غير سوية، حرامي مثلا، ولكن القطاع الخاص هو الأساس. أنا أقول للطلاب، أقول للشباب، الشباب أقول لهم اشتغلوا في القطاع الخاص، اليوم كل شيء متوفر، حطوا أفكار جديدة، ابتعدوا عن الأفكار المكررة، الروتين المكررة. قد أنت قدم سلعة ولكن بطريقة مختلفة، قدم خدمة ولكن بطريقة مختلفة. هذا هو التميز، التميز أني أقدم شيء مختلف بطريقة مختلفة وخدمة مختلفة وسعر متميز. القطاع الخاص مهم، ولا يمكن كل الدول العالم لا يمكن أن تعتمد على القطاع الحكومي، لا يمكن القطاع الحكومي أن يستقطب كل مواطني الدولة، لا يمكن. القطاع الخاص هو مهم، حتى دولة الإمارات في رؤيتها 2021 تعتمد على القطاع الخاص بشكل أكبر حتى تنهض يعني تحافظ على مستوى الرفاهية العالي للمواطنين والمقيمين. تحدثت عن جذب القطاعات أو جذب الاستثمارات اللي تكون في دولة الإمارات، وقلت هي الخيار الأول لأغلب المستثمرين. اليوم كيف ممكن تقدم تسهيلات أكثر لجذب الاستثمارات بشكل أكثر وبشكل أكبر في دولة الإمارات؟ شو الممكن التسهيلات اللي تقدم لهم أنهم هم يكونون موجودين في دولة الإمارات، يستمرون يكثرون، تكثر فروعهم أو تكون استثمارات جديدة فيها؟ اليوم أسأل، يعني اليوم الإمارات الأول على مستوى العالم في توفير الكهرباء للمباني الحكومية أو الخاصة، الثاني مستوى، الثالث على مستوى العالم في دفع الضرائب. اليوم الإمارات أيضا تساهم في منح الأراضي ومنح الشركات الخاصة والاستثمارية في جميع فروع الدولة. اليوم صح هنا عندنا نظام فيدرالي في دولة الإمارات ولكن متكامل. المستثمر الأجنبي لما يأتي إلى دولة الإمارات يرى البشر موجودين، يرى البضاعة الموجودة، يرى كل شيء، حتى الدخل، حتى الأرصدة والأرباح الموجودة متوفرة. هذا يحتاج المستثمر، يقول أنا موجود كل شيء عندي، فليش أنقل أموالي خارج الدولة؟ أظل في الإمارات. الحمد لله الإمارات تحافظ وأيضا تشجع وتسهل برسوم رمزية حتى يفتح المستثمر استثماراته في المنطقة. جميل. إن شاء الله نوفقكم يا رب. كلمة أخيرة تقدمها لنا وللمشاهدين. أنا والله أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وعندي عندي عندي دعوة بسيطة فقط. أنا أدعو الجميع الذين وردت أسماءهم في اللجنة الهيئة الانتخابية أن يقوموا بإدلاء بأصواتهم، لأن هذا عمل حكومي، وهذا حتى يرى العالم أن دولة الإمارات لديها ثقافة الانتخاب، ثقافة الديمقراطية، وهذا الأساس اللي قامت عليه دولة الإمارات في مجلس الوطن الانتخابي. لا ممتاز جدا فعلا. في كثير من التحديات اللي تواجه اليوم الناخبين أنهم يوصلون أصواتهم للناس. صحيح. أنا بس قبل لا أختم، أنا با أسألك اليوم عن شيء، المهارات الخارجية. اليوم في ناس عندهم خبرات، إن كانت هم أغلبهم من الأجانب، اسمح لي أني أسألك يعني. لا معاك، أنا معاكم بالعكس، أنا مستمتع والله. اليوم الخبرات الأجنبية، كيف نحن ممكن نأخذ الخبرات الأجنبية اللي موجودة خارج الدولة ونحطيهم اليوم في الدولة يستفيدون منها الشباب؟ اليوم الحمد لله الخبرات موجودة، الخبرات الأجنبية. صحيح. بس كيف ممكن الشباب يستفيدون منهم؟ أنت قلت ودوما تنصح الشباب انهم يروحون يشتغلون في شو في القطاع الخاص، يستفيدون ويتعلمون. صحيح. واليوم هذه القطاعات الخاصه كيف ممكن الشباب يستفيدون يتعلمون منها؟ أيوة. يتعلمون من اصحاب الخبرات اللي موجوده. صحيح. احنا نتكلم فقط، نطلع شوي برا على الموضوع، ان دوله الامارات ايضا تعاني من استقطاب الايدي العامله الماهره. عندنا اليوم في وزاره الموارد البشريه والتوطين تعتمد على العماله غير الماهره وشبه الماهره. اليوم انا لما اسس هيكل تنظيمي
كقطاع خاص أو شركة خاصة هيكل تنظيمي يحفز العمالة الماهرة في العالم حتى تعمل في الدولة، من ناحية الرواتب، من ناحية المكافآت، من ناحية التدرج، من ناحية أيضا الأفكار السباقة لما تكون موجودة من عندهم يعني تنفذ في دولة الإمارات، أعزز بهذه الأيدي العاملة الماهرة وتكون أيضا موجودة في الدولة حتى لا أحافظ عليه حتى لا تنتقل خارج الدولة. سيد حمد، الكلام الجميل اللي قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي كان بخصوص شركة كريم أوبر. صحيح. شركة كريم انشأت وين؟ في دبي. دبي نعم. كم يعني كم المبلغ اللي انباع فيها غيرها من الشركات العالمية اللي انشأت في دولة الإمارات. صحيح. هذا بروحها يعني هي شركات خاصة. صحيح. وحافز للشباب انهم يبدون. صحيح. ملايين شركات بدت. صحيح. برؤوس أموال قليلة لكن اليوم قاعد نشوفها بملايين الملايين قاعد تنباع. ايوه صحيح. هذا يكفي للشباب. يعني اليوم انا بتكلم عن اوبر اليوم يعني قبل اوبر كان نتكلم عن هذه فكرة تطبيق. مجموعة من الشباب فكروا تطبيق اليوم باعوها بعشرة مليار فكرة. يعني هو الإنسان يعني المستثمر القديم كان يحتاج إلى أرض، يحتاج إلى رأس مال، يحتاج إلى أيدي عاملة. اليوم أنا فكرة عندي، عندي معرفة، كيف أطبق هذه المعرفة، كيف أستقطب الأموال، كيف أستقطب الشباب وأشغلهم في هذا المجال حتى أقضي على الناس يقول والله عندنا بطالة. تركز على جانب واحد وهو جانب التوطين. يا سلام عليك التوطين. حتى اليوم التوطين اليوم كثير أيضا في خلينا نتكلم نطلع شوي برا عن الجانب المجتمع الإمارات، المجتمع السعودي كثير من السعوديين يشتغلون في يعملون في شركات التوصيل اللي أوبر وأوبر وكريم حتى في البحرين دول الخليج يعني. إحنا ليش ما ننقل هذه الثقافة لمواطنينا؟ يعني الشيخ زايد رحمه الله عليه قال انا اريد من الانسان الاماراتي اريد عامل، اريد مزارع، اريد صانع. هي ثقافه، هي بعد ما زالت ثقافه، هذا دور مجتمع متكامل يعني أكيد. منظومه متكامله الكل يغرسها في الشباب اكيد جميل. وان شاء الله اكيد شبابنا قدها وبيكونون طبعا كلهم في خدمه هذا المجتمع سواء أكيد. من الوظائف الحكوميه او الخاصه صح. او حتى اي خدمه تطوعيه يقدمونها لهذا المجتمع اللي فعلا يستاهل ما قصروا. لو قلنا للتوطين صحيح، واليوم انت كيف ما ذكرت في عده شركات موجوده في دوله الامارات، شركات كبيره وعالميه، كيف ممكن يكون توطينهم شباب هذول في الشركات؟ كيف ممكن نسهل الشباب انهم يدخلون في التوطين؟ ودوما في الاونه الاخيره سيدي سمو الشيخ محمد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد تكلم عن مساله التوطين، قال لازم يكون لها حل. صحيح. كيف ممكن يصير هذا التوطين من وجهه نظرك؟ كشركه خاصه، انا كشركه خاصه شو احتاج؟ انا ممكن الشهاده مهمه، بقول لك الشهاده مهمه ولكن احتاج المهاره ايضا. يعني انا كطالب في الدراسه عندما امارس المهاره اثناء الدراسه في عملات في حملات تطوعيه، مشاركات ايضا داخل مجتمعيه، هذا تنمي عندي المهاره. لما يجيني الموظف يقدم عندي في هالوظيفه قادر، صح راح اكون يكون له تدريب، يكون له فتره من التدريب في مجال العمل، ولكن راح يكون قادر على تعلم سريع والاستفادة منه أسرع، بدل ما يكلف المؤسسة مبالغ كثيرة لا يكون مبالغ أقل، وراح يدر أموال لهذه المؤسسة من خلال صاحب المهارة من الشباب. أكيد في نقاط ركزت فيها في برنامجك الانتخابي على موضوع التوطين. أكيد هو التوطين ملف مهم جدا. إحنا اليوم يعني في دولة الإمارات يعني في مؤسسات كثيرة أو في وزارات كثيرة فيها توطين، نسبة كبيرة من التوطين، وأيضا لازلنا هو معنى التوطين. التوطين إنه يكون مواطن دولة الإمارات يعملون في وظائف ولكن لا غنى عن العمالة من الدول الصديقة، لا غنى عنهم في وظائف تحتاج إلى توطين، في وظائف أيضا تحتاج إلى الاستفادة من خبرات نعم الآخرين، مشاركة نعم، وكلنا مكمل لبعض حتى تمشي العملية. واللي سهلها أكثر سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما وازن الرواتب أنها تكون مشابهة للقطاع الحكومي وحكومة الشارجة تتكفل بهذا الشيء. فأنا دوما الشباب لما يقول لك أنا ما بروح القطاع الخاص لعدة أسباب، ساعات العمل صحيح، الراتب بيكون أقل، الإجازات صحيح. الحمد لله صاحب السمو الدكتور شيخ سلطان حل هذه القضية نهائية، وكذلك حتى يعني كإجازات أيضا وزارة الموارد البشرية والتوطين أيضا حاولت توازن، حاولت أيضا توفق أكيد. ليش؟ توجه دولة الإمارات القطاع الخاص، قطاع خاص مهم وشريك أساسي في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2021.
70 كذي تركز على الأسرة الإماراتية عشان تكون فعلا أسرة هادية، إذا وأنت توفر لها كل شيء أكيد بتكون أسرة مستقرة. الله يعطيك العافية أستاذ حمد عبد الله السامي المطيري، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الجيرة. شكرا لك اليوم معنا برنامج 7 على 7. العفو، الله يعافيكم، جزاكم الله موفق خير إن شاء الله. الله يسلمك. مشاهدينا وصلنا للختام، أتمنى حلقتنا اليوم نالت إعجابكم، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. مع السلامة. تصبحون على خير.